السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي التلاميذ والتلميذات والمشاهدين مشاهدي قناة إدريس مات 2020، مرحبا بكم في هذا الشريط الذي سأضع فيه السؤال الثامن ضمن سلسلة تمارين لأولمبياد الرياضيات استعدادا للأولمبياد أو المرحلة الأولى لأولمبياد الرياضيات. بالنسبة لهذا السؤال خاص بالثانية إعدادي، السؤال يقول إن est un nombre entier naturel non nul، إن عدد صحيح طبيعي غير منعدم. La question 1 vérifie que، تحقق أن واحد على دوزين موانز 1 فاكتور دوزين بلس 1 إيجال 1 sur 2 facteur 2n moins 1 moins 1 sur 2 facteur 2n plus 1. La question 2. On déduire le calcul de S. Nastantij ou istantij حساب S. التي الذي أمامكم. 1 على 1 في 3 زائد 1 على 3 في 5 زائد 1 على 5 في 7 زائد إلى 1 على 99 في 101. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثامن. إذن ما عليكم أعزائي التلاميذ إلا البحث عن الجواب ثم الانتظار حتى أقدم لكم تصحيح هذا التمرين، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.